فما عند الله خير وأبقى. قال لو كان غير علي، لكن أنت تعلم سابقته في الإسلام وأنت تعلم قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به حتى اقتنع. So after that they got married and she started to instigate him to kill Ali رضي الله تعالى عنه. So she gave him a man as a backup. His name is Wardan, to support him. And he persuaded another man to help him. His name is Shubayb. And he said to him, do you want the honor of this life and the hereafter? He said, what is that? He said, killing Ali. He said, may your mother bereft you. You said, just a ridiculous thing. How you would do that? He said, we hide ourselves. Once he go for Fajr prayer, we will put a pressure in him and kill him. If we are saved, we will enjoy ourselves and take our revenge. If we get killed, then what Allah has is better than this life. دخل رمضان وجاءت ليلة السابعة عشر واختبأوا وخرجوا بسيوفهم، خرجوا مشتملين على سيوفهم وجلسوا أمام البوابة التي يخرج منها علي إلى صلاة الفجر ويوقظ الناس للصلاة، يقول الصلاة الصلاة. فلما خرج ثار شبيب عليه بسيفه فضربه، فوقع السيف في طاقة الباب، يعني في حلق الباب. فتقدم ابن ملجم وضربه بسيفه على رأسه ففلق هامته وابتلت لحيته من الدم. فقال علي عليكم بهم. أما وردان فهرب، فتبعه آخر من حضرموت فقتله، وشبيب نجا بنفسه وأمسك ابن ملجم. فقدم علي جعد بن هبيرة لصلاة الفجر وحمل إلى بيته، وحمل ابن ملجم إليه فقال له عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال فلما فعلت هذا؟ قال شحدته 40 يوما، شحدت السيف 40 يوما وسألت الله أن أقتل فيه شر الناس. فقال علي والله ما أراك إلا ستقتل به وما أراك إلا شر الناس، إذا أنا مت فاقتلوه وإن أنا بقيت فأنا أعلم ماذا أفعل به. So they waited near to a wall which has a door that Ali used to come out. Then the three of them have their swords. Once Ali stepped out and he used to wake people up for Fajr prayer, saying, prayer, prayer, shout loudly. When he got out from that door, then Shubayb attacked him with the sword, but the sword hits the door knob. Then Ibn Muljim hit him with the sword in his front head, forehead, and opened it in a way that his beard filled with blood. Then Ali said, take care of them. Wardan ran away, but they caught him and killed him. Shubayb, he ran away and he was safe. Ibn Muljim was caught. And Ali ordered Ja'da ibn Hubayra to lead the Fajr prayer and he was carried to his house. Then Ibn Muljim was carried cuffed. He stands before Ali. Ali said to him, was I not kind to you? He said, yes. He said, why did you do that? He said, I sharpened my sword for 40 days and I asked Allah to kill the worst of the creation. Ali said, I'm seeing you dying with the same sword and you are the worst of this creation. Then he said, if I die, just kill him. And if I live, I know what to do with him. And he died. رضي الله تعالى عنه وأرضى. أكتفي بهذا القدر وإلا ننتهيت من خطبتي. I will stop here. Still I have like 5 minutes, but I will stop here إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بصحابة نبيه، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل أعداءك أعداء الدين.
اللهم إنا نشهدك أن نحب صحابة نبيك. اللهم إنا نشهدك أن نحب صحابة نبيك. فاحشرنا معهم يا رب العالمين. فاحشرنا معهم يا رب العالمين. فاحشرنا معهم يا رب العالمين تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كربات المسلمين. اللهم خفف عن إخواننا المسلمين في الشام وفلسطين والعراق واليمن وفي كل مكان. اللهم فرج كربات المسلمين. اللهم فرج كربات المسلمين. اللهم فرج كربات المسلمين. اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء. اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء. اللهم أنزل نصرك المؤزر المبين على عبادك المستضعفين الموحدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. سيمبا